ثانية هرجع لحضرتك، لكن أنا عايزة أبتدي بالأستاذة عزة لبيب وأقول لها فنانة لها تاريخ جميل ومشرف في العمل الأعمال الفنية وكلنا بنحبها، ومسألة أعرف جيشك مبادرة محترمة جدا، يمكن المسرحية أمر تكليف هي جزء من هذه المبادرة. اشتراكك في هذا العمل ودورك الجميل ونجاح العمل بالشكل ده ووصوله للجمهور، كلمينا عن الموضوع ده. طبعا يعني عمل زي ده دور الفن اصلا المفروض يبقى مع المجتمع، ما ينفصلش عن المجتمع، فحاجه زي دي ان احنا نعرف جيش، مبادره اعرف جيشك ومسرحيه جميله زي دي امر تكليف، طبعا الواحد ما يقدرش يعتذر عنها. طبعا اولا ان هي حاجه دور الفنان لازم يبقى يأديه تجاه الوطن وتجاه جمهوره، وثانيا ان هو كان وعرض جميل، بطولة جماعية جميلة جدا. دور الأم اللي أنا طالعة فيه وده أحمدي طالع ابني، أيوة. مشاعر جميلة قوي بين الأم اللي خايفة على واحدها وهو ظابط وبيحب شغله وهي خايفة عليه جدا وعن نفسها إنه يتجوز ويخلف ويشوف يستقر، وفي نفس الوقت هي عارفة قد إيه بيحب وطنه، خصوصا إن والده برضه شهيد برضه في الجيش، هي طبعا يعني ما فضلهاش غيره، هي ما عندهاش غيره. طبعا طيب قولي لي انطباعات الدكتور الجمهور استاذه عزه يعني على مشاهد زي دي. طبعا احنا بصراحه لما بنشوف دايما تضحيات الشهداء وابطال الجيش والشرطه بنتاثر بشكل طبيعي، لكن ده بقى لما يتجسد في عمل فني يعني فعلا الجمهور بيطلع، يعني خصوصا بقى احنا جبنا امهات شهداء وزوجاتهم اتفرجوا علينا، فده بقى تحسي فعلا ان هم بيشوفوا حياتهم وهي على المسرح، فبيطلعوا بعد العرض اولا كله يعني بيتاثر جدا، واجزاء من المسرحيه وانت موجوده فيها هو طبعا، واللي هو يعني حنين الام وعذابها على ابنها طبعا اللي بيقوم بدور بطولي في الجيش المصري. جميل.